السلام عليكم خوتي من احدى احياء برج بعريج اللي مع خونا يوسف. رانا بعد عيد خويا يوسف واش تحكي لنا خويا؟ راك هنا شاد الحيط واش كاين هذا؟ والله والو رانا مجمعين سخانه هكا على بالك البرج جو تاع الصيف سخانه بزاف. ما عندكمش بحر؟ لا كاين البحر قريب يجيبوها من قريب راح نبورتي واحد ان شاء الله. الحمد لله رانا بيا عيدنا لاباس صحه بيا. نديو تحياتنا للناس الغربه اللي في الغربه كلهم نقولهم والامه الاسلاميه قاطبه كلهم صحة عيدكم تعيدوا بالهنا والصحة إن شاء الله ينعاد علينا بالهنا والصحة إن شاء الله. يا أنا لاباس مع الجماعة تاوعنا مع أحبابنا لاباس الحمد لله. باس أن بو مومون أفيك لي زامي هاك على بالك الحمد لله. أنت الله يبارك يا خويا بارك فيك الله يبارك بوكوس يوسف يوسف الله يبارك يوسف خويا الناس كنت تحبونا في البرج يوسف نيغرو ما كانش ما يعرفوش كلمة عنصرية هذه واعرة ما كانش ما يعرفوش أوبو هذا الاسم الفني او نقدروا نقولوا الاسم تاع العائل الناس كنت تعرفهم ونحيوا خوه رابح الله يبارك وكحله اللي هرب او يوسف يقول لك كلمه هذا واش مشاكل الشباب خويا يوسف انا مشاكل كاع الشباب كاع شاد الحيط واش صرا هذا؟ ما كان والو الحمد لله لا بشوي برك الانسان هذا لازم ما يقطعش الياس الانسان لازم يكون توجور كومبوتون في الدنيا هذه يسيي ماكسيموم منا ويفرج ربي سبحانه مادام كاين ربي ان شاء الله ربي يفرج على الناس كل ان شاء الله امين امين اللي في الغربه اللي لهنا ان شاء الله يفرج عليهم الناس كل يحكم في ربي ما يخليهش ان شاء الله بارك الله فيك وانت راك لاباس الحمد لله والله لاباس انا لقينا انا قبضناكم تحبوا راكم تاكلوا كاطو تحبوا كثر خيرك نصيحتك خويا يوسف للشباب الشباب تاعنا ننصحهم انهم اول حاجه الاولى اللي نقولها هي عماد الدين لازم ما يخليوش طريق ربي سبحانه الصلاه طاعه الوالدين حاجه دوزيام الوالدين واللي في الغربه نوصيهم باش يشدوا في دينهم وربي معاهم والى الامام يا ان شاء الله ربع على سليسيه في البلاد ما يروحش يشتغل على فرنسا هنا يعني خير البلاد خير هكذا ساكي تقول البلاد خير وما قالش يقول لك انا كيفاه في البلاد خير وما لقيتش راسي لازم انسان لازم يحوس لازم يسعى هذه هي الدنيا ارزاق وي كنت واحد ورزقه ما تعرفوني رزقك ربي سبحانه انسان يسعى وخلاص امين خويا رشدي اخر كلمه للناس يشوفوك ربي يحفظ الناس كله ونقول لهم صحة عيدكم هذا خونا صالح ثاني صالح مع صالح صالح مع صالح ربي يصلح عنا ديديكاس لخوه سمير اللي يسكن في سمير بوردو حيو نحيو كل المغتربين وربي يجيب الخير وكل الناس سمير ثاني وليد خويا 48 ولايه خويا ان شاء الله تحيه لك 48 ولايه كل اللي يحبوا صالح حنا في حنا ربي يحفظكم ان شاء الله يحفظ صالح وياكم السلام عليكم خويا يوسف عايشك عمي صالح ربي يحفظك وشكرا ميرسي بلا مزيه ربي يحفظكم عايشك عمي صالح شكرا